السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي في كل مكان. النهاردة هنتكلم عن حاجات مهمة جدا ونصايح مهمة جدا قبل ما تركب السيراميك، سيراميك الحوائط بتاع الحمام والمطبخ وسيراميك الأرضيات كمان. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا وتعمل لايك للفيديو. أول حاجة هنبتدي نشتغل فيها هنبتدي نشتغل في الكهرباء، وطبعا كهرباء الحمام والمطبخ لازم السلك بتاعها يكون سلك محمل، يكون سلك تقيل يعني مش اقل من 3 ملي او 4 ملي عشان خاطر الاجهزة اللي احنا هنستخدمها بعد كده. هنكتر فيش كتير في المطبخ بالذات، هنكتر فيش كتير، ولو في بار مفتوح على الريسبشن او على الطرقة هنبتدي ان احنا نعمل فيش تحتيه عشان لو في جريلات او مايكروويف مثلا، او حتى لو هنجيب فلتر تنقية المياه، في فلتر بيشتغل بالكهرباء فلازم نكون عاملين حساب الفيشة بتاعته. انا عامل حساب الفيشة بتاعته اهي، لازم نعمل حساب كل حاجة حتى لو انت مش هتستخدمها بعد كده ممكن يكون ليها استخدامات. وهنمشي لو انت مثلا هنعمل بيت نور فوق البار هنمشي السلك بتاعه، يعني هنطلع الماسوره بتاعت الكهرباء بتاعته عشان لو هيكون في بيت نور مثلا في جبس بورد او كده لازم نكون عاملين كل الحساب الحاجات دي. وهنعمل السباكه، طبعا هنعمل كل حاجه تخص السباكه بالنسبه للصرف وبالنسبه للميه، وهنعمل صرف الغساله الاوتوماتيك، وهنطلع لها طبعا وصله ميه، وهنعمل وصله ميه للفلتر، وهنعمل وصله ميه اضافيه لغساله الاطباق، وهنعمل لها صرف. حتى لو انت مش هتجيب غسالة الأطباق دلوقتي لازم برضو تعمل لها حساب عشان لو حبيت انك تجيبها فيما بعد. وبالنسبة للحمام برضو هنعمل الكهرباء بتاعته تمام، وهنعمل الصرف بتاع الحوض وصرف للغسالة لو انت هتحط مثلا الغسالة في الحمام، يعني الغسالة اوتوماتيك لو انت عامل لها مكان في الحمام ماشي اعمل لها برضو الصرف في الحمام. وهنبتدي نعمل البانيو، طبعا البانيو اللي احنا عاملينه دوت هنركبه قبل السيراميك لان البانيو دوت بيكون دفن جوه السيراميك، فهنركبه قبل السيراميك وهنعمل له البنايه بتاعته وهنمشي له الصرف بتاعه تمام. لو انت هتعمل البانيو فوق السيراميك ما تعمل له الصرف بتاعه بس وسيبه وما تكملش، يعني ما تركبوش، اعمل له الصرف بتاعه لو هو هيبقى فوق السيراميك. في ناس بتعمل بانيو بيبقى فوق السيراميك ماشي مفيش اي مشكلة، اعمل له الصرف بتاعه واعمل له المية بتاعته وما تركبش البانيو خالص، ولما تعمل السيراميك بيركب فوق السيراميك عادي مفيش اي مشكلة. حتى لو انت هتعمل برضو كابينة مقفولة اعمل لها الصرف بتاعها واعمل لها الكهرباء بتاعتها والمية بتاعتها عشان تكون جاهزة على الشغل وما تحتاجش انك انت يعني تكون جاهزة على التركيب وما تحتاجش انك انت تكسر في السيراميك او تكون ناسي اي حاجة وتضطر انك انت تكسر في السيراميك. وهتعمل الوصولات بتاعة السخان، وهتبتدي تعمل وصولات كهرباء للسخان طبعا وللشفاط، وهتبتدي تاخد المقاس بتاع الشباك اللي انت عايزه وتعمل له المقاس بتاعه وتزود عليه 5 سنتي يعني حسب ما انت عايز. لو عايز الشباك 70 في 70 هتخليه 80 في 80 مثلا، يعني 10 سنتي من هنا و10 سنتي من هنا علشان قيمة السيراميك لما يجي يركب عليها الشباك الالموتال. ونفس الحكاية في المطبخ، هتعمل الكهرباء بتاعة الشفاطات، ولو انت هتركب شفاطات في الحائط لازم تركب لها الحلوق بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. احنا هنركب في المطبخ دوت شفاطين لان المطبخ دوت فيه بار مفتوح فلازم يكون فيه شفاطين عشان يقدر يسحب الزيوت ويقدر يسحب الدخان بتاع المطبخ ويطلعه بره ما يدخلوش في الشقة. لو انت هتعمله في الحيطة شغال اعمل الحلوق بتاعته في الحيطة عادي مفيش اي مشكلة عشان لما تيجي تعمل السيراميك يكون الحلق جاهز انك تركب عليه الشفاط على طول. لو هتعمله في الشباك الالموتال اعمل له الفيش بتاعته وما تعملوش حلوق خالص لان هو بيركب على الالموتال على الازاز بتاع الالموتال. وهتبتدي تظبط المقاسات بتاعة الشبابيك زي ما قلت، انت هتاخد المقاس بتاعك لو انت عايز مثلا الشباك 70 في 70 هتزود 5 سنتي في الطول و5 سنتي في العرض، يعني عشان مقاس الشباك يكون مظبوط معاك. وهنبتدي ننظف الارض، يعني دي معلومة مهمة جدا، هنبتدي ننظف الارض من اي جبس واقع مطرح المحارة، هنبتدي نشيل يعني اي جبس واقع زي كده واقع من الكرانيش او واقع من السقف هنبتدي نشيله لان الجبس دوت بيحصل مشاكل بعد كده، يعني لما بيكون تحت السيراميك بيحصل مشاكل بعد كده بيهبط ويخلي السيراميك يهبط على الارض.
وبعد ما تعمل الحاجات دي كلها تقدر انك انت تركب السيراميك، والحاجه اللي انت مش هتستخدمها دلوقتي اعملها برده ممكن يكون ليها استخدام فيما بعد. ولو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا وتعملوا لايك للفيديو. وتحياتي لجميع المشتركين.